الناس اللي يجونيش فسبحان خالد زريق قاد غايدا مواطنو رلس انتي مورا اسري نسويتي مرة بدليا ونيشان تم معنا اجتماع فسبحان اجتماع تعيز جانب ان خالص اسمسية مزمارة حما ان اكتزمار انو يوا غزة ميني غانو يوا غزة وميني عاود ونقار شان بوورن أجلس نقاس نزيح إتازن إفاد شخمانيا دائما كا تفكير إيجابي ميمي تفكير إيجابي إنه والصور دا الشباب بالتحديد واحتراما ما لدى حد وزيت مزيح أستمرق شوية بستعب إذن كذا موجه بالتحديد إلى الشباب والدعوة إلى التفكير الإيجابي. لماذا؟ لدينا محطة تاريخية كبرى ومهمة ربما تعتبر انطلاقة متميزة في تاريخ المغرب يتعلق الأمر بخطاب 9 مارس 2011 خطاب توجه بالتحديد إلى المجتمع المدني للمساهمة والإسهام في السير لهذا المغرب الحبيب كما قال مسير هذه الأجهزة إلى صنف الدول الديمقراطية والمتقدمة لأن الشباب هم الفعل الإيجابي للمستقبل. السعيد بداية أشكر نسيب الجمعاوي وأشكر جميع الحاضرين والمسؤولين وغيرين على هذه البلدة الطيبة ويعني دعني أن في الوقفة شيء من مما لا يؤمر من الأحاسيس والمشاعر وأنا في مكان كنت آتي إليه وكان مليئا بالحفر والحجر وغيره قاصدا الرياضة وأنا آتي إليه الآن وهو منتجع وهذا تغيير من التغييرات التي يجب أن نزكيها ونثني عليها وأن نرسخ فيها قيم المواطنة والمشاركة والتشارك والإشراك هذا ليس ردا ولكن هو فعل او تفاعل كما قال او سيقول غدا الاخ الاستاذ احمد ليس ردا وانما هو تنبيه فقط يعني خطاباتنا لا يجب ان تكون دائما مركزه على التخبيط والتضليل ويجب والمرجو ان تكون اكثر تفاؤلا يعني هناك حتى في الكاس كما يقال وتعلمون جميعا فيه من يرى فيه الجانب الممتلئ وفيه من يرى فيه الجانب الفارغ فنحن وزاوية النظر التي ننظر منها اتصالا طبعا ب يعني بالنشاط وبالتفاعل مع ما قيل همنا الأساسي ووجودنا في هذا الحدث أو بإنجاحه والمساهمة فيه هو من أجل هذا الإنسان الإنسان المحلي الموجود الآن في الزنغان أو في النظر بشكل عام وفيه أو منه بالخصوص الشاب والشابة علما أن الشباب إلى عهد قليل وهي سنوات لم تكمل عقدها لما أتانا الخبراء والباحثون وغيرهم في تقرير 50 الذي فيه أكثر من 300 صفحة حجم متوسط ربما اطلعتم عليه لما تحدثوا عن الشباب وأشاروا إليه في صفحة ونصف أو تكاد يعني أشك أنها وصلت صفحة ونصف لكن في هذا الحدود يعني هذا الشباب الذي يشكل أكثر من 35% من الساكنة المغربية لا ينظر إليه بما يستحقه من تعمير وتشجيع وإلى آخره هذا فيه ضيق لنا جميعا لأنه هو من ستلقى عليه تبعاته ومقاليد أخذ هذه البلاد إلى الأمن. طيب عنواننا هو الأمل نرجو أن يكون كذلك أما بالنسبة لمداخلة غدا والتي ستكون حول التدوير التشاركي من أجل حكامة رشيدة هذا رشيدة التي تساءل عنها السي أحمد لما كنا واقفين في قلت علاش باش تفهموا لي الدولة اليوم عطات مؤشرات قوية وجادة
على أن القطع على الماضي مسألة لا نجاة فيها، مسألة لا تناقش. دولة قطعت خطوات كبيرة الآن تتوجه إلى القرب الماضي للمجتمع، تفهم أنها كانت بشكل أو بآخر وتقر أنها كانت بشكل أو بآخر إلى جانب العديد من الأطراف مسؤولة عن ما جرى وما يجري، وتحملت مسؤوليتها وأوضحت بالدليل القاطع على أن لا شيء يرهبها ولا شيء يخيفها في مطالب الشباب. المطلوب فقط ماشي رفع السقف في المطالب واليوم، ولكن رفع السقف في النضج أيضا، الحفاظ على قوة احتجاجية نوعية، ليس ذلك الاحتجاج احتجاج الرضع الذين يبكون فقط من أجل الاقتياد. مشكلة التنمية ليست مشكلة جوع، هي مشكلة نهوض بوطن في أبعاده كلها، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مما تحمل هذه الكلمة من بعد هوياتي، لأنه من باب المستحيل نجي أنا حتى النور شي أنا الشخص، أنا المشروع التنموي، وما نراعيش على أنه هذا المطلب ديال هاد الناس وديال هاد الساكنة هو مطلب المغاربة كله، وأن المواطن خصو يحس راسو بعدا موجود، ماشي يقولوا فقط، يحس راسو بهويته وثقافته موجودة وتساهم في إدارة عجلة الاقتصاد. لأنه الشخص إذا جربت من هويته مستحيل يكون منتج، وخا تعطيه الفلوس وخا تعطيه البوست دائما غادي يكون كيخدم المنطقة ديال 18 جوج. هذه كاين شي مركز ديال الجماعه حساب ماشي دابا مع المساحه.